السلام عليكم يا جماعة، لايكات يا شباب، لايكاتكم ترى بتهم وبتروح بتشاهد المقطع. السلام عليكم باي، ترى أدري يعجبكم، انت تلقيه، علق علق. شفت المقطع عجبك حط لايك واكتب ليش عجبك بالكومنتات. شاهدت المقطع ما عجبك حط ديسلايك واكتب بالكومنت ليش حط ديسلايك، ليش ما عجبك. اوكي المهم شباب، اليوم راجع لكم فيديو. اليوم راح يكون تحليل ثلاث مباريات، شوي ناخذ مقتطفات من هذه المباراة، ناخذ شوية اشياء معلومات، شي شوي مفصل من مباراة فريق برشلونة وفالنسيا وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد وريال مدريد وايبر. نبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا، اللقاء اللي تاب بتعادل 2-2، وبالتالي قبل ما نقول وبالتالي شنو يا كومان؟ يعني اليوم كومان حرم مشجعينه، واللي هو أنا منهم، أنا أشجع برشلونة اللي ما أدري، حرم مشجعينه من الفرحة، يعني فرحة الفوز على فريق شرس دفاعيا، يتكتل في مناطقه، بيقفل العمق، بيقفل كل مكان يقفل، يعني وخصوصا العمق بتكتل فيه بدرجة قف شوي لجناحة، شوي كان في علامة استفهام على واس وقاية اللي كان ممكن يطرد قاية، لكن الحكم ألغى الأحمر وعطى أصفر. يلا نبدي شوية ناخذ مقتطفات من المباراة، يلا ننطلق. دايكم ننزل بالتشكيل المعتاد 4-3-1. الدفاع يتكون من ديس أروخو ومن كويزا وألبا وتريشتيجن، بمحرم زوج يتكون من يعني بوسكيت وكنتيني، وثلاثة خط الهجوم بيدري غريزمان برايت وايت ميسي، هذا الأربعة جدا. نبدأ بالمباراة، ما كان في رتم القوي اللي يلا ضغط برشلونة ضاغطين نفس مباراة ريال سويدان، واللي كنا ناطرينه وقلت يلا يا برشلونة، وقلنا يلا يا برشلونة قدموا الرتم الضغط العالي، وتقعدون تلعبون ورا باصات ومداورة بالكرة، مداورة شتيق من كويزة أروخو، يعني ملينا من هذا الشيء. ما دشوا برتم قوي، دشوا مباراة هادية لما وصلنا للدقيقة 20 بدأ يضغط برشلونة بدرجة قيف، الضغط، وهم يعني شوي يوصلون، شوي يدخلون منطقة 18، شوي يدخلون منطقة 18، ضاغطين على مشارف منطقة 18، لعبوا باصات مداورة، لما مثلا ألبا يفتح شي ميسي يشوفه ثغرة ما حد ماسك ألبا يقطها شي، يحاولون يشوفون الثغرات لكن ما قدروا، وصلنا دقيقة 27-28 ومرة واحدة بكورنر، يعني لكن دقيقة قبل ما نشوف ونقول ونحلل كيف هي الكورنر، يعني ياكم لا حد لا انت وولي جونر سولشير نرويجي وهولندي، انت وسولشير، يعني القائمين في الجول، القائمين يا سولشير وياكم، ما في احد يوقف على اليمين، واحد على المني على اليسار، يعني لازم يكون عندك غريزمان على الاقل على اليمين، على اليسار بتحط دست، يا اخي والله زين، يعني ليش ما هذه مشكله. وصراحة غريزمان ما حطه مني، خلاه داخل بالتكتل وين جميع اللاعبين، خلاه مني ويا اللاعب ديكابي الفرنسي وبوم وسجلوا هدف وتقدموا، وبالتالي برشلونة يضغط مدور بالكرة للحين، وعلى مشارف منطقة جزاء يضغطون وللحين يدورون على الثغرة، كمان ما لقى شيء عقب ما حطوا الجول، وما كان في ردة فعل، يعني أول ما حطوا الجول لا، نفس البداية لما كانوا 0-0 قاعد يلعبون نفس هذا الشيء، حطوا الجول ما كان في ردة فعل واسلوب غير عقب ما حطوا الجول، نفس الاسلوب يحاولون بالثغرة ويلعبون مداورة بمشارف منطقة جزاء، لكن أول 20 دقيقة ما كان في هذا الشيء، مداورة لكن ورا، بعدين عقب ما هذا بدوا شوي على مشارف، بعدين لقطة في الدقيقة 42 جذي لقطة ركلة جزاء لجريزمان، أوكي؟
هذا البلنتي يمكن نوعا ما شوي في تمثيل من أنطوان جريزمان، في ناس يشوفون بس عادي حاشا، لكن بالله عليك جرب اركض بس واحد يحوشك شي ريشة كذي تطيح، ما تقدر تصدق ما تقدر. فبصراحة اشوفه بلنتي واضح، لكن الطرد الاول قال طرد بصراحة كان ساذج، انا انصدمت منه يعني بصراحة كان خطأ من الحكم. بعدين راح شاف الفار تأكد انه بلنتي لكن عطاه اصفر لانه شوي ما عليها احمر، يمكن اخر لاعب كذي ما عليها احمر. وضيع ميسي ومن قلبه وما ادري شلون وصلت، ويتحد ميسي وميسي قط نفسه قال ما لي اتعور اطق بالقائم ريلي تنكسر اموت اي شيء. المهم انه قام عاد الرقم البلي رقم بلي شنو البلي. وبدا الشوط الثاني وبدا بضغط فالنسيا بضغط فالنسيا بضغط فالنسيا بضغط فالنسيا بضغط فالنسيا، ومرة واحدة انقطع فريق برشلونة، راحوا بمرتدة سريعة تمريرة تمريرة ومرتدة لعبت كذي حق قلبه قلبة عرضية لدي يونغ، راح شاف الفار تسلل لملا تسلل لملا تسلل لملا ومو تسلل، واحتسبها الحكم ولد سكوب برشلونة بالهدف الثاني. زي الحين وقتها تحتاج بيانيتش، تحتاج لاعبين دفاعين، بيانيتش لانجلي هذا الحين لازم يزول عقب ما سجلت هدف ثاني. لا والله ما نزل ولا غير بأي تغيير، صبر 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 لين ما فالنسيا سجلوا هدف التعادل. يا كومن بدري لاعب جيد ممتاز هجوميا، دفاعيا سيء سيء ولا جيد، ما نقدر نوصفه بشيء سيء دفاعيا، فلازم يكون عندك لاعب وسط دفاعيا جيد دفاعيا جيد. يعني مو بدري لاعب شوي احسن من بدري يكون بجانب دي يونغ، بجوار دي يونغ لاعب يمتلك الخبرة مثل بيانتش، ليش ما لعبت بيانتش ودي يونغ؟ غريب والله. وبدري بصراحة حط ريلة كانت بتطق بريلة، لكن لو تغطية سيئة من جويزو سجل هدف التعادل وانتهى اللقاء بالتعادل. يعني بنقول هارد لجماهير برشلونة لأن كانوا يقدرون يروحون مركز رابع، لكن اوكي اوكي ان شاء الله قادم افضل. وعلى طول بنروح ننتقل الطيارة تحلق الى انجلترا بفوز يونايتد الساحق الساحق باكتساح. هذا الفوز يعني جمال يونايتد ما احنا بنستاش المباراة الجاية عادي نخسر ستة كذي، سولشاير يعود المباراة حلوة المباراة لا ما راح نستفيد، لا راح تستفيدوا صدقون المباراة الجاية راح تفوزوا. لكن ماكتوميناي هذا اللاعب الأسطوري الوحش في المباراة، نجم المباراة أشوفه بالنسبة لي، الذي هو وفرد بمحور مزدوج يعني بصراحة جيدين جيدين، وعرفوا الخروج بتحت الضغط ما احتاجوا بول بوكبا، الحمد لله عرفوا الخروج تحت الضغط خصوصا سكوت ماكتوميناي. بأول 3 دقائق يا يونايتد تسجلون هدفين بتريحون نفسكم تريحون نفسكم، بيصير صعب الفوز لفريق الخصم وسهل للفريق اللي سجل هدفين. مين ما كان فريق ليفنتي اي فريق يسجل اول 3 دقائق او اول 10 دقائق وتحت جولين او اكثر يكون سهل الفوز نوعا ما بالنسبة له. لكن اوكي محمد تقول لي كافي مباراة توتنهام يونايتد سجل الاول بالبداية على طول بعدين رجعوا عليهم 6، لكن اوكي هذا المباراة ليش اللي خسروا 6؟ فريق شرس قوي قوي حيل اقوى من الليدز مو بهالدرجة، يعني حين لو كانوا لاعبين ضد سيتي ردوا عليهم 5 اي نعم يردون، لا تقولي 6 اضعف من توتنهام لكن يردون، لكن علاقة الفريق شوي اكثر من الليدز ما بنقص من الليدز، لكن الليدز فريق تو صاعد اتوقع الدرجة تو، لكن اوكي فوز مستحق. ما راح ندش بالامور التكتيكيه شوي مفصل لان عندنا تفصيل وايد مباراه البار ريال مدريد وايد اشياء تكتيكيه، بس هارتك جماهير ليدز يونايتد الفوق جماهير يونايتد ويلا مسكر الكتاب عن هذه المباراه. لكن دقيقه برونو هذا نعرفه ومارسيال وجريزمان والفرص السهله الذي يضيعونها، وهم اثنين فرنسيين ومهاجم منتخب فرنسا يعني الله يعين ديشامب، يعني ما ادري اذا اختار بنزيما ولا لا، ما ادري ان شاء الله عاد اختار بلعب توقع بلعب جريزمان ما ادري ليش يلعب جريزمان. ونسكر الكتاب ويلا نروح على مباراة ريال مدريد. لقاء انتهى بفوز ريال مدريد 3-1 على ملعب ايبار، فريق شرس يعتمد على الضغط العالي في منتصف ملعب الخصم، ضغط عالي مو في كل المناطق
تعتمد على الضغط العالي. وأول شيء لازم نثني على اللاعب منه، يعني من ريال مدريد قبل المباراة كاملة، منه مودريتش ولا بنزيما؟ بالنسبة لي بنزيما صنع 2 وسجل هدف. يا عفو الله يا عفو الله جل. ما تقدر تقول مودريتش، هذه وجهة نظر، تقدر تقول مودريتش كيفك، لكن والله العظيم ريال مدريد اليوم كان جدا جدا ممتاز، جدا جدا جدا. يلا ندش ننطلق بالتحليل بالتفصيل، ننطلق اليوم نزل بالتشكيلة 4-3-3 بدفاع يكون مندي، كارفخال، راموس، باران، وكورتوا، 3 خط الوسط كروس، كاسيميرو، مودريج، 3 خط الهجوم رودريجو، فاسكيس، وكريم بنزيما. يعني تقدر تقولي محمد خلى فاسكيس يمين، رودريجو هناك ما لعب على المركز الأساسي رودريجو، يعني ليش ما لعبت فينيسيوس؟ دقيقة بالله عليكم، من احسن في هذا المركز؟ جناح يسار مودريتش، قصدي اي مودريتش وسط، رودريجو ولا فينيسيوس؟ بالله عليكم مو فينيسيوس بس يروح يمين يسار 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 يمين يسار. غير 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 يا فينيسيوس. الحمد لله، وهذا الشيء لهذا السبب ان رودريجو احسن من فينيسيوس. يعني بصراحة في بداية المباراة هدف بنزيما جنوني بكرة قطرية من مودريتش، ومودريتش أول ما شاف تحرك كارفخال، كارفخال وينه؟ ارتاح وخذ حريته في التمركز، يعني وفي المشي وين يروح مني. وفي ناس يقولون هذه عرضية، لا هذه كرة قطرية لكريم بنزيما وسجلها يا مدريد وتقدم. عقبه يا عفو الله يا مودريتش، يا عفو الله يا قولك ومايك. شباب بترك لكم الكلام، انت علق على جول مودريتش تحت الكومنتات. يا يا الله ولا انا ولا حسد، عمر اللاعب 36 سنه ولا الحين بيقدم جنة، عمره 25 سنه بعزم عطائه. لكن يا جماعه يا جماعه هذه المباراه بتحتاج اسنسيا، والحمد لله ونزلت من اسنسيا ونزلت من انستا حق المتابعين اللي يتابعني، الرابطه حق الراس والمخرج حطه مني. المتابعين خير يروح يتابعني. اول ما خلص الشوط الاول كتبت بانستغرام ونزلت، واللي ما راح يشوفه خير راح يشوفه، يتاكد فما يا ما بيصدقني. راح اتاكد ان قلت الشوط الثاني لازم ينزل فالفيردي واسجل، وفعلا سمع الخبر زيدان قال محمد افضل لاعب في العالم، افضل جنون رب الكعبه يقول لي نزل هذا اسجل. وقال لي يوم صفر صفر الحمد لله بنزل يسكن اللي ما له فايده، اللي صار عندك كرش وما يتم بحاله ومهمل وما ادري شنو. المهم دين عقمات الجول الثانية، عفو الله على جول ايبان، تشديدة نارية واحتفال ما لا ردة فعل ولا فرح لونه، بس عادي شي قال كذي. يعني والله العظيم جول من افضل الاهداف اللي شفته بحياتي اشوفه، اذا ما افضل، لا مفضل، إذا مفضل بعد. والله جول حلو يستحق الاحترام. انتهى الطول، بداية الشوط الثاني، كذي نزل بعدين بالشوط الثاني فالفيردي واسينسيو. فالفيردي ما كان شو اسمه الرجال الطيب مودريتش، وكنا اسينسيو مكان رودريجو، صح؟ بعدين استمرت المباراة على ما هي عليه، ضغط ريال مدريد، ريال مدريد كان عندهم 4-5 فرص محققة، وكذلك إيبار كان عنده فرص محققة ما استغلوها. يعني لو فاز إيبار نقول فوز مستحق، وإذا فاز ريال نقول فوز مستحق نفس الحين. وبالتالي هجمة شي تمريرة لفاسكيش وحطها بأقصى الزاوية اليسرى، وفاز ريال مدريد. نحكي عن لك الجماهير إيبار أكمل في جماهير ريال مدريد، وبالتالي ريال مدريد بنفس نقاط أتلتيكو مدريد. لكن على الرغم من أتلتيكو مدريد عندهم مباراتين مؤجلات، نفس النقاط لكن أهم من أتلتيكو مدريد الأول، حلو عندهم مباراتين مؤجلات لكن أهم منهم الأول بفارق الأهداف. شكرا لكم على أحسن ضيكم لهذا المشاهدة هذا الفيديو، لا تنسون لايك شير سبسكرايب، حساباتي كلها تلاقيها تحت الوصف، سوف نطلع عليكم، مع السلامة، بيتشو.